الأستاذ منتصر الزيات المرشح لنقابة لنقيب المحامين والمرشح القوي والذي واخد مساحات إعلانية تلفت الأنظار كل من يمر بشارع رمسيس، الأستاذ منتصر الزيات ولا تضع يعني مكانا للآخرين. نتعرف بحضرتك وشبكة تقييم بتعرف بحضرتك، وكنا نريد أن نعرف من حضرتك أبرز الأشياء التي ستقدمها عندما إن شاء الله يتم لك النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو أنا يعني النقد اللي بدأت به، أنا يعني أولا أنا بدأت متقدم توقيت البداية، ليس نقدا ولكن ده حاجة يعني نازل بتقل قوي يعني. يعني أنا بدأت سريع، بدأت اتخذت قراري وبدأت قبل أن يفكر غيري، لكن أنا لم أفتأت على حق الآخرين، لأن أنا بطول بناية نقابة المحامين وضعت لافتة واحدة في أماكن تسعى لعشرات اللافتات على الواجهة. على يمين نقابة المحامين وضعت نفس المكان ده على فوق علبة الكهرباء، الانتخابات اللي فاتت كنت حاطط فيها واحدة. الصنايعي اللي عمل المرة دي ما عرفش يعملها واحدة، عملها على جزئين، فهو نفس المكان، ادي لفتة ولافتة على اليسار فقط. ما هي واحدة على اليسار الكبيرة، واحدة فوق في مواجهة البناية، ما هي دي البناية الأساسية، واحدة فوق تحتها اماكن تشيل كتير، واحده على يمين واحده على الشمال. في ايه من اللافت نحن ولكن نحن الانسب، يعني يفصل الاعلان ده ملفت للنظر. ما هو الاعلانات الشعار اللي لا يحدث جدل لا يؤثر في نفسيه الناخب. انا اذكر ان في انتخابات سنه 2000 نزلت بشعار اسلام لا ينفي الاخر، كان يثير كل غرفة محامين بدخلها، يعني تقصد ايه باسلام لا يوم في الاخر؟ والحمد لله كان له اثر كبير جدا. انا ممكن ما بقاش الافضل، لاني لا تزكوا انفسكم، ربنا يعني علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا علمنا مكارم الاخلاق. الافضل ده تزكية، الانسب ده درجة اقل لكنه يؤدي الدور المطلوب الآن. قد يكون المنافس أفضل مني عامة، لكن أنا في هذا التوقيت اللي بتتعرض فيه نقابة المحامين لخطر والانهيار ولضعف في الأداء السياسي والقومي والمهني والخدمي، قد أكون الأنسب باعتباري وجه جديد، باعتباري لم أخذ فرصتي من قبل في الترشح أو في شغل منصب نقيب المحامين. كانت لي تجربة وحيدة في عضوية مجلس نقابة المحامين دورة 2005، لم أستطع أن أنفذ خلالها برنامجي، لأنه العمل في نقابة المحامين لم يكن مؤسسيا. أنا أريد أن أنفذ برنامجي، طموحاتي، أنا الأنسب في تحقيق هذا، لأن لدي أفكار وكان عندي تجربة نقابية أريد أن أعمقها ونفذها من خلال وجودي في منصب النقيب. طب أنا مش هتطرق لمعظم البرنامج بتاع حضرتك، ولكن أنا عايز بس أعرف أبرز ما سوف تقدمه عندما يتم لك التوفيق. أبرز شيء أنا برمي إليه في الناحية القومية والسياسية، إن أنا أستعيد أمجاد نقابة المحامين، أستعيد مجدها، أستعيد دورها القومي. أول شيء أنا هدافع عن استقلال نقابة المحامين، فلا تخضع لحزب ولا لتيار، لإني أنا ابن مدرسة تعلمت أن أخلع رداء الحزب خارج نقابة المحامين، يعني باعتبار أنني أنتمي، خلفيتي إسلامية أو أنتمي لتيار عريض والتيار إسلامي، لكني لست عضوا في جماعة معينة، أنا إسلامي مستقل. أؤمن أن العمل في نقابة المحامين نقابي مهني خدمي، لا علاقة له بالانتماء
أو بالأفكار أو بالأيديولوجيات. كثير ممكن يقولوا هذا الكلام، لكن سيرتي وتاريخي في نقابة المحامين عبر ربع قرن بتقول أنني كنت أنحاز للمواقف النقابية أساسا، لأن النقابة تضم المسلم والمسيحي والمسلم والإسلامي، كما تضم الإسلامي والاشتراكي والشيوعي إلى آخره. الأمر الثاني أني ما كان يردده أسلفنا العظام أن نقابة المحامين منبر من لا منبر له، أنا لابد أن أدافع عن هذا المنبر. وإذا كنت بقول أني ههدف إلى استقلال نقابة المحامين فلا تخضع لحزب أو لتيار، كمان سأستقبل على منبرها كل الأحزاب والتيارات التي تحتاج إلى منبر نقابة المحامين. لن أغلقه في وجه القوى السياسية كما فعل غيري، ولن أغلق قاعة عبد العزيز شربجي، قاعة الحريات، في وجه قوى أو أفراد معارضين للنظام أو للسلطة في أي وقت مثل ما فعل غيري. هذا على الصعيد السياسي والقومي. على الصعيد الخدمي أنا أستطيع أن أقول أولا أنا بعد صوت وصورة هو أعد أننا بالشباب وربنا معانا في الأول والآخر سأحقق طموحات نقابة المحامين، لأن جدول نقابة المحامين فيه 65% منه شباب، وأنا مع الشباب وبالشباب بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى سنفعل الكثير. أولا سأرفع فورا الحد الأدنى للمعاش فضلا عن الحد الأقصى. كل اللي بيتكلموا عن رفع الحد الأقصى، لا أنا هرفع الحد الأدنى، لأن الحد الأدنى 250 جنيه بيرتبط بسنوات الاشتغال. فلوسنا كتير، موارد نقابة المحامين كتيرة، المشكلة مشكلة إدارة مش مشكلة أموال، الصرف مش رشيد، الإنفاق فيه سفه. لا مفيش حد هيقدر يضبط المعاش، أي خبير اكتواري بنودي له الملف مش هيقدر، لأن الصرف مش محكوم. أنا هحكم الصرف، هرشده بإذن الله، وبالتالي هاخد قرار برفع الحد الأدنى للمعاش فضلا عن الحد الأقصى. ده فيما يتعلق بالمعاش. العلاج هيكون مجاني للمحامي، لازم المحامي يعالج مجانا، وأسرته اللي هي زوجته وأبنائه يتمتعوا أيضا بخدمة علاجية جيدة، يعني الخصم هيبقى فيها أيضا كبير، يعني يدفعوا بس يدفعوا نسبة معقولة، لأن دي أهم حاجة بالنسبة للمحامي، المعاش والعلاج. أنا سأنقي جدول من غير المشتغلين، لأن في قوة في نقابة المحامين بتحرص على بقاء اللي بيحصلوا على كارنيه نقابة المحامين، هم خريج حقوق وبيقيدوا، لكن بيشتغلوا في أشغال أخرى، سواق، طعمجي، عامل نظافة، مع احترامي لهذه المهن، لكن لا يجوز الجمع بينها وبين العمل مهنة المحامين. ليه بقى؟ لأن هم بيمثلوا عبء على نقابة المحامين. هو بيدفع الاشتراك فقط لكنه بيتمتع بالمعاش، بيشاركني في المعاش، بيشاركني في العلاج، بيشاركني في كل شيء في نقابة المحامين. أنا سأطيح بحملة الكارنيه دول، لأنه بيجوا يوم الانتخابات في قوة بتجيبهم عشان يدوا بأصواتهم، ففي صمت عن استبعادهم. استبعادهم ضروري ليه؟ فضلا عن انهم بيمثلوا لي عبء على خزنتي، لانه مش بيدفع، مش بيجيب لي دمغه، مش بيجيب لي اتعاب محاماه، مش بيشتغل، بيدفع فقط الرسوم اللي هي 60 جنيه 70 جنيه كل سنه، لكن بياخد مقابلها مصايف، بياخد مقابلها علاج مستشفيات، بياخد مقابلها معاش. كمان مساله كرامه المحامي اللي كلنا بنتكلم عنها، ما هي مرتبطه بتنقيط الجدول، لاني سواق التاكسي ده حتى لو كان مظلوم، يعني لما بيمسكوا ضابط شرطه او بيفبرك له محضر ويقول انه بتفتيشه عثر على لفافه من البانجو
بتطلع هو بيروح القسم الشرطه بيشهر كارنيه نقابه المحامين، تيجي الجرايد تكتب القبض على محامي وهكذا. يبقى تنقيه الجدل مرتبطه بمساله اقتصاديه ومرتبطه ايضا بمساله كرامه المهنه. اخر نقطه في العجاله دي هي نقطه قانون المحاماه. اعد انه فور انتخابي نقيبا انني ساشكل لجنه من كبار المحامين وشبابهم تضع مشروع لقانون المحاماه خلال 3 شهور نعرضه على الجمعيه العموميه.